السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي كور جديد. السلسلة اليوم في هذا الفيديو هذا غادي نكملو على السلسلة ديال تعلم لا كونجوغيزون من الصفر. دونك لا كونجوغيزون هي الصرف والتحويل. لو طون او الزمن اللي غادي ندرسو اليوم هو لو كونديسيونيل بريزون. داكوغ. بالنسبة لي كونترول او ليكزام l'examen final, face la conjugaison, il y a une que tu dois conjuguer le verbe au temps X. D'accord? Donc, il y a une question que tu dois faire le verbe au temps X. إلا طلب منك أنك تتصرف الفعل ولكن هو ما محددش لك في التمرين شمن زمن اللي غادي تصرف فيه الفعل. هاك هنا كيكون شوية ديال الصعوبة في التمرين. داكشي علاش اون فوا كنعطي اون ديفينيسيون أو لا تعريف على لو طون من موراه كندير لوتيليزاسيون يعني فوقاش كنصرفوا هاد لو فيغ في هاد لو طون هذا. دونك اول حاجه نتعرفوا علاش كيعني هاد لو كونديسيونيل بريزون. ثاني حاجه غادي نشوفوها هي فوقاش كنصرفوا لو فيغ في لو كونديسيونيل بريزون. وطبعا اخر فقره او لا اخر باراغراف في لا فيديو غادي نتعرفوا على لا تيرمينيزون ديال الكونديسيونيل بريزون او لا comment conjuguer un verbe au conditionnel présent. Donc, أول حاجة غنبغي نقول لكم على le conditionnel présent. هي conditionnel présent c'est un mode et est un temps. يعني هو واحد هو صيغة وفي نفس الوقت فهو زمن. إذن le conditionnel présent comme un temps هو الحاضر الشرطي. Donc le conditionnel جاية من كلمة condition. La condition هو الشرط. D'accord. Ou c'est un mode, يعني هي صيغة الشرطية. ضروري خاص يكون واحد الشرط في الأول من موراه كنكونجيغيو لو فيغ في لو كونديسيونيل بريزون. دونك في لو كونديسيونيل بريزون اون جينيرال فلي زيفينمون يعني الأحداث كيكونوا افتراضيين. D'accord. ندوزو دابا لوتيليزاسيون دو كونديسيونيل بريزون يعني فوقاش كنستعملو لو كونديسيونيل بريزون. أول اوتيليزاسيون ديال لو كونديسيونيل بريزون دونك سوتيليز بور اكسبريمي ان ديزير ان سوي او ان غيف. دونك نشرح بالعربية لو كونديسيونيل كيمكن لي نستعملو ملي كنبغي نعبر اكسبريمي هو التعبير التعبير على ماذا؟ ان ديزير. لو ديزير هي الرغبة. شي حاجة ارغب فيها كنرغب فيها. داكوغ. ان سوي هو تمني او لا امنية كنتمنى شي حاجة. ان غيف هو الحلم شي حاجة كنحلمها. دونك في الجملة الا ما عطاكش الا ما حددلكش لو طون اللي خاصك تصرف فيه لو فيرب وبانت لك من الجملة فهمتي انه واحد الحلم او لو واحد الرغبة انك تدير شي حاجة او لا كتمنى شي حاجة دونك اوتوماتيكمون فكر ان لو فيرب صرفو في الكونديسيونيل بريزون. داكوم اكزامبل ال امغي دوفونيغ بيانيست. دونك ايل امغي تحب ان تصبح بيانيست جاية من كلمة بيانو دونك عازفة ديال بيانو. داكوغ. دونك هي باغا تولي بيانيست. دونك هادي شنو كتعني؟ واش هي رغبة؟ واش هي تمني؟ أولا واش هي حلم؟ نقدرو نديروها بثلاثة. هي باغا أنها يعني ترغب في أن تصبح بيانيست، تتمنى أن تصبح بيانيست، أولا تحلم أن تصبح بيانيست. دونك هادي دونك لو فيرب أوتوماتيكمون كيتصرف في الكونديسيونيل بريزون. ملاحظة أخرى مي كيكونو عندنا جوج ديال لا فيرب، الفيرب الاول كيتصرف لو فيرب الثاني كنحطوه ا لانفينيتيف. دوزيام اوتيليزاسيون ديال لو كونديسيونيل بريزون دونك بور اكسبريمي ليفونتواليتي اون بوسيبيليتي. دونك باش نعبروا على ليفونتواليتي. ليفونتواليتي هي الاحتماليه. يعني شي حاجة كنحتملو الوقوع ديالها. داكوغ. أو لا اون بوسيبيليتي. لا بوسيبيليتي هي الإمكانية يعني شي حاجة كيمكن أنها توقع. ندوزو لي زيكزامبل.
tu serais capable de diriger une équipe. Donc, Nayan dit verbe être, d'accord? Fait le conditionnel présent. Donc, tu serais, ou est-ce que tu serais capable, يعني قادر, de diriger, تأسيس, ou la قيادة, une équipe, يعني مجموعة. يعني واش غادي تكون قادر انك تاسس او قياده مجموعه دونك هنايا امكانيه واش بامكانك tu serais capable واش بامكانك انك تكون قادر على تاسيس واحد المجموعه une équipe نمشيو للدوزيام اكزامبل on pourrait louer une maison au bord de la mer cet été donc on pourrait تصرف في الكونديسيونيل بريزون Donc, on pourrait louer ou créer une maison bête au bord de la mer, yani dans le bahar, cet été, donc j'aurais dit qu'on a créé une maison dans le bahar, donc c'est احتمالية ou l'imkania, ou je l'imkania. Troisième utilisation du conditionnel présent, c'est pour donner un conseil, donc je vais donc conseil, il y a النصيحة دونك فين ما تبانلك شي جملة فيها واحد النصيحة أو واحد النصيحة ففكر أنك تكونجيكي لو فيرب في الكونديسيونيل بريزون دو تو لي زيكزامبل دونك فو دوفريي أبيلي أن ميدسان لو فيرب هنايا تكونجيكا في الكونديسيونيل باردون في الكونديسيونيل بريزون دونك خاصكم تعيطوا للطبيب ان ميدسان دونك هذه نصيحه خاصكم تعيطوا للطبيب دونك هذا ماشي امر ماشي كنامرك بشي حاجه وانما كنصحك خاصك تعيط للطبيب دوزيام اكزامبل tu devrais mettre une belle chemise et une cravate tu devrais دونك خاصك تحط او دير une belle chemise واحد الشميزه زوينه يعني قميص زوين et une cravate اللي هي ربطة العنق دونك انا حاب نعطيك واحد النصيحه quatrième utilisation du conditionnel présent c'est pour demander quelque chose poliment يعني كنطلب واحد الحاجه demander طلب quelque chose شي حاجه poliment بادب دونك ملي كنبغي نطلب شي حاجه بادب فانا كنستعمل le conditionnel présent نشوفو كيتسمى le conditionnel de politesse d'accord دونك هذا كتسمى بهاد الصيغة لو كونديسيونيل دو بوليتيس البوليتيس هو الأدب ندوزو لي زيكزامبل دونك بوغيي فو مابورتي ان كافي سيل فو بلي لاحظوا معايا ملي كنشوف سيل فو بلي دونك كنطلب شي حاجة بأدب عافاك إلا جات على خاطرك دونك بوغيي فو لاحظوا معايا بوغيي تصرفات في الكونديسيونيل بريزون مابورتي ان كافي واش يمكن لك تجيبو ليا ان كافي لاحظوا معايا لو فيرب هنا ال انفينيتيف مي كيكونوا جوج ديال لي فيرب ال انفي مي كيكونوا عندي جوج ديال لي فيرب في لا فراز دونك البرومي فرا برومي فيرب كنصرفوه الدوزيام كنحطو ال انفينيتيف يعني ما مصرفش دوزيام اكزامبل نو فودريون اون شامبر بور دو بيرسون سيل فو بلي عافاك بغيت واحد الغرفه لجوج ديال الاشخاص الا جات على خاطرك سيل فو بلي دونك لاحظوا معايا فودريون لو فيرب vouloir في الكونديسيونيل utilisation du conditionnel présent c'est pour donner une information sans certitude يعني اعطاء donner اعطاء information معلومه mais sans certitude ولكن ما مأكدينش منها D'accord, même si je ne me le mets pas. Je vous l'exemple. Il se pourrait qu'il pleuve demain. Pourrait, c'est le verbe pouvoir, conditionnel présent, qu'il pleuve demain. Kimkenha, anara, donc kimken, anara dit mtar sha raden. D'accord, donc hadi wahed le maloum, atteta le kouleke, même utilisation pour le conditionnel présent, c'est pour une hypothèse encore possible. Hypothèse, hiya l'faradia. Chi haja kanftardoha, mais encore possible. Yum mumkina, yani wahed l'faradia, li gaim kilha touka. Bhalash, matalan, si j'avais de l'argent, je partirais à Paris. واحد الحاجة بقى خاصكم تعرفوها لاحظوا معايا هاد السي هادي هي إذا
هادسي يمكن لي نقولها ان سي ان مو كلي ديال لو كونديسيونيل بريزون. يعني اي جمله لقيتي فيها هادسي في الاول عرف ان لو فيرب اوتوماتيكمون خاصك تصرفو في الكونديسيونيل بريزون. يعني اذا هذا هو الشرط اذا. دونك سي جافي دو لارجون سي لو فيرب افوار في الكونديسيونيل بريزون. دونك اذا كان عندي اذا غيكون عندي الفلوس جو بارتيري ا باري غادي نمشي الباري. داكور دونك ملي دونك من بعد ما عرفنا لي زوتيليزاسيون كاملين ديال لو كونديسيونيل بريزون ندوزو دابا كومون كونجوغي ان فيرب او كونديسيونيل. لا ريغل ان جينيرال بالنسبه لي فيرب دو بروميير غروب اي دوزيام غروب نعاود كتذكير لي فيرب دو بروميير غروب هما اللي كيساليو ب او ار. Les verbes de deuxième groupe, vous m'avez qui s'allie ou ir. Donc, had le verbe, il est indic. Ou petit serfon fil conditionnel présent. Malik rire. Le verbe à l'infinitif. Yani, le verbe trilli hekdak er dialo ou le ir dialo. Ou chnuradizid, tu ajoutes les terminaisons de l'imparfait. Ou radizid, nihayet diel l'imparfait. Katedkir, naoud ndir les terminaisons diel l'imparfait li huma a i s. A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T. D'accord? Donc, il y a la règle du conditionnel présent. Nous avons des exemples. Maintenant, Brit, nous avons le verbe demander. D'accord? Demander. Maintenant, le pronom personnel, je. Donc, je n'ai نتبع غير القاعدة لو فيرب ان انفينيتيف. يعني هذا ما غنقص فيه حتى حاجة وما غنحيد فيه حتى شي حاجة. داكور ابخي اون اجوت لا تيرمينيزون. دونك جو غادي نزيد ليها ا اي اس. دونك كيولي لو فيرب جو دوموندري. داكور نشوفو لو فيرب مونجي. دونك مونجي غادي نصرفوه في ايل تخوازيام بيرسون du singulier. On laisse le verbe tel qu'il est, yani kif ma huwa, et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Donc il chnouendha a i t. Donc il mangerait. D'accord? Hado vima kitala bla verbe de premier groupe et deuxième. Le cas dit le verbe li ki saliou b r e. Maintenant prendre mettre qui saliou b r e. Chnou kandirou hna fil qaida, on supprime le e. D'accord? Donc, maintenant, prendre, غادي نصرفها بجو. قلنا هاد E, غادي نحيدوها. Voilà, بحال هكذا. Après, on ajoute la terminaison ديال l'imparfait, اللي هي A-I-S. D'accord? Le verbe كذلك mettre, on supprime le E. Maintenant, نديروها في nous. Donc, nous, on حط le verbe sans E à la fin. D'accord? Et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Donc, nous, عندها I-O-N-S. Nous mettrions. واحد اخر ديال لي فيرب اللي كيساليو اللي فيهم اي غريك. داكوغ هنايا باقي حنا في لو فيرب ديال بروميير غروب اللي كيساليو ب او ار. داكوغ مثلا هاي او ار او ار مي لا ديفيرونس اللي كاينه يعني الاختلاف اللي كاين فيرب فيهم اي غريك. دونك القاعده دونك شنو كتقولنا لا غريك. دونك القاعده كتقول اون شونج لو اي غريك باغ اي. داكوغ دونك نطبقوا القاعده. مثلا بيي غادي نديروها في نو. داكوغ و نيتوايي غادي نديروها في ايل افيك اس تخوازيام بيرسون سانك تخوازيام بيرسون دو بلوريال. دونك نو غادي نشد لو فيرب و ايغريك نحولها لاي ونكمل لو فيرب او ار ابخي عاد نزيد لي تيرمينيزون اللي هما ديال نو اي او ان اس. Le verbe nettoyer. Mette le verbe. Mais le Y. On change le Y par I. D'accord. On commet le ER. Aide nous dit la terminaison d'IL l'imparfait. Donc on dit I avec S. Donc terminaison d'IL il y a A-I-E-N-T. D'accord. Donc nous payerons. Payerions. Elle nettoyera le verbe usuel ou le verbe irrégulier. Yani, usuel, c'est le verbe qui est le plus important.
لي فيرب ايريغولي كذلك هما لو فيرب لي ما عندهمش واحد التيرمينيزون محدده يعني مثلا حنا كنعرفوا ان لي فيرب دو بروميير غروب سو تيرمين بار ار لي فيرب دو دوزيام غروب سو تيرمين بار اي ار مي لي فيرب دو تروازيام غروب ما عندهمش واحد التيرمينيزون كيف ما قلت لكم محدده دونك عندي لو فيرب الي دونك الي من الاحسن نعطيكم واحد واحد لا ميثود باش تخدموا ان كل فيرب اي سوفي باش انك تحفظ غير جو ديالها دونك حفظ غير هذه وغادي تجيكم سهله مادام انكم تكونوا بالحق مي خاصكم تكونوا عارفين القاعده القاعده كتقول هذاك لو فيرب نخليوه كيف هو ونزيدوا لي تيرمينيزون ديال لامبارفي بحق في ثروازيام جروب ما كتنطبقش عليه هذه القاعده مي اون فوا تحفظ البروميير بيرسون سينغولي وتكمل لي تيرمينيزون ديال لامبارفي مثلا لو فيرب الي الى حفظت غير جو ديالها اللي هي جيري دونك غادي نكمل لاحظوا معايا اي غي كاينه كنزيد ا اي اس اي اس ا اي تي اي او ان اس اي او زد ا اي او ان تي داكوغ لو فيرب افوار افوار جوري دونك جوري تيوري ا اي اس ا اي تي اي او ان اس اي او زد ا اي او ان تي هادو هما لي تيرمينيزون ديال لامبارفي و هاد او اور كتعاود لو فيرب اتر جو سيري دونك جو سيري سور 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 كاملين كيتعاودو و لي تيرمينيزون لي هما اي اس اي اس اي تي اي او ان اس اي او زد اي او ان تي دونك بهذا كنكون ساليت الفيديو ديال اليوم الكور ديال كونديسيونيل بريزون كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا لو طون ديال كونديسيونيل بريزون كنعتذر على لينيرجي لي صفر ولكن جو سوي ان بو مالاد مي ما بغيتش نخليكم بلا والو دونك تلاقاو فيديوهات مقبله ان شاء الله دمتم على خير.